السلام عليكم. شهد طريق الولاية رقم 33 في شطره الرابط بين عين الدفلة والعمرة وفاة تلميذ متمدرس يبلغ من العمر 8 سنوات بعدما أردته سيارة بمنطقة سويك. الحادث وقع على الساعة 11:45 بعد محاولة التلميذ قطع الطريق للعودة إلى بيته قادما من المدرسة لتتدخل عناصر الحماية المدنية بعدها وتنقل الضحية لمستشفى مكور حمو أين لفظ أنفاسه الأخيرة وتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادثة. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.